السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا شيف عماد أبو سيام. الآن راح نشوف طريقة عمل الكريم بورلي. في عنا 8 بيضات، وفي عنا نصف لتر كريمة الطبخ الطازج، وفي عنا نصف لتر من حليب الكامل الدسم، وفي عنا ملعقة من الفانيلا الباودر أو الفانيلا السائل، وفي عنا برش ليمون، وفي عنا برش البرتقال، وفي عنا سكر بني، وفي عنا سكر 150 غرام من السكر العادي. الآن يضاف 8 بيضات إلى الطنجرة، ونضيف إليها أيضا الحليب الطازج، نصف لتر حليب، ونضيف أيضا نصف لتر كريمة الفريش كريم. إذا نصف لتر حليب ونصف لتر كريمة، ويضاف برش الليمون، ويضاف أيضا برش البرتقال، الآن نقوم بخلط الفانيلا باودر مع السكر قبل أن تضاف إلى خليط الكريم بورليه. طبعا السكر 150 إلى 200 غرام، تخلط الفانيلا باودر مع في حال وجود فانيلا سائل تضاف مباشرة إلى الخليط. الآن يضاف السكر مع الفانيلا المخلوط إلى خليط الكريم بورليه، ويضرب الجميع بالمضرب ضربا جيدا حتى يتجانس المزيج. بعد أن يضرب جيدا ويتجانس المزيج يوضع على النار لمدة 3 إلى 4 دقائق حتى يفتر، فقط حتى يفتر، مع الاستمرار في التحريك. الآن نقوم بتصفية الكريم بورليه بالمصفاي الناعم حتى نتخلص من الشوائب العالقة به، كبرش الليمون وبرش البرتقال، و إذا كان هناك قشور من البيض نتخلص منها أيضا. الآن تم تصفية خليط الكريم بورليه بمصفاة ناعمة جدا. الآن يسكب في فناجين طبعا تم وضع الفناجين في صينية، ويسكب الآن الخليط في الفناجين. الآن يوضع الكريم بورليه في الفرن، ويضاف إلى الصينية الماء، يوضع في أسفل الصينية ماء، نلاحظ هنا يتم وضع الماء في الصينية. يضاف أيضا الماء في أسفل الصينية. الآن يغلق الفرن، وتشوى الكريم بورليه على درجة حرارة 130 لمدة نصف ساعة إلى 40 دقيقة. الآن نلاحظ أن الكريم بورليه قد تم إخراجها من الفرن وقد نضجت. الآن يضاف
إليها السكر البني، يضاف إلى سطحها السكر البني، يرش على سطح الكريم بورليه سكر بني، ويشوى بالنار، يحمر وجه السكر، يحرق حتى يتكرمل، يحرق السكر البني حتى يتكرمل، وبذلك تكون الكريم بورلي جاهزة للقاء مع الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر.